innate immunity، المناعة الطبيعية للإنسان. Lecture outline، نقول الـ elements بتاعتها عبارة عن anatomic، humoral، cellular، barrier and inflammation. Phagocytosis and intracellular killer هنتكلم في الشابتر دي عليهم، والـ host factors affecting innate immunity. MCQ إجابتها صعبة للي ما يعرفش immunology كويس. فالـ complement system are group of plasma protein that can be activated by what؟ إن شاء الله هنعرف نجاوب في آخر المحاضرة. MCQ oxygen independent intracellular killing depends on what؟ The innate immune system is the first line of defense. ده خط دفاع أول لأي أورجانيزم داخل الجسم بيقابله. عندنا anatomical barrier وعندنا humoral وcellular وinflammation. دايما أي immune system بيبقى موجود دايما فيه humoral barrier وcellular barrier. يعني إيه humoral barrier؟ يعني مواد ذائبة في الدم. cellular barrier يعني خلايا هي اللي هتلعب دور الديفنس اللي هي الوار ديسيز. يبقى الهيمورال بارير اند سيلولار بارير بنتك عليهم، لان احنا في الاكوارد هنتكلم برضو على الهيمورال بارير الخاصه بالاكوارد والسيلولار بارير الخاصه بالاكوارد. هنا بيبقى فيه اناتوميك بارير كمان وانفلاميشن. الانفلاميشن والفيبر كلها دي بتعتبر انيت اميون. اول حاجه اللي هي الوظيفة بتاعت الأناتوميكال بارير إنها بتبريفنت كولونايزيشن، يعني بتبريفنت الاستعمار للميكروبيزم في التيشو. عندنا الميكانيكال فاكتورز اللي هي السكين والميكوس ممبرين، عندنا الكيميكال فاكتورز زي الجاستريك بي اتش، عندنا البيولوجيكال فاكتورز اللي هنشوفها دلوقتي. ميكانيكال فاكتورز سكين ميوكس ممبرين والسيليا اللي هي الأهداب اللي موجودة مثلا في الريسبيرتوري تراكت تطرد الفورين بودي، والبريستالسيس في الانتستين برضو دي بتعتبر innate immunity. flashing of tears and saliva and sneezing and coughing كح أو بتعطس دي بتعتبر من chemical factors. lysozyme اللي هي الانزيمز الموجودة في التيرز والسلايفا والنيزل سكريشن، أي انزيم بيبقى موجود فيها بيعتبر انيت اميونتي. اللو بي اتش اللي موجودة في المعدة برضه بتعتبر انيت اميونتي. ديفانسين ده موجود في اللانج والجاسترو انتستينال تراكت في الميوكوس ميمبرين برضه بنعتبره انيت اميونتي. أخيرا السيرفكتنت ان ذا لانج اكت اس اوبسونين، وهنفهم يعني ايه اوبسونين في هذه الشابتر وهو تعريف مهم جدا. البيولوجيكال اللي هي النورمال فلورا، النورمال فلورا اللي هي البكتيريا الموجودة على جسمنا بتعتبر خط دفاع أول، موجودة في السكين وموجودة في الميوكس ميمبرين زي الجاسترو انتستينال تراكت. بريفنت الكولونايزيشن للباثوجينيك ازاي؟ انها بتسكريت توكسيك سبستنس مواد كيماوية بتقتلها، برضو انها بتحتل الأماكن اللي موجودة في الجسم في السكين أو الميوكوس ميمبرين، فما بيبقاش في مكان للباثوجينيك أورجانيزم أو البكتيريا اللي هي مسببة للأمراض إنها تلاقي مكان عشان تعمل أتاتشمنت. وبرضه بتحرمها، بتحرم الفلورا، بتحرم الباثوجينيك بكتيريا من النيتريشن. يبقى إزاي النورمال فلورا بتمنع بنعتبرها innate immunity أو بتمنع الباثوجينيك بكتيريا إنها بتبريفنت الكولونايزيشن بتاعتها وبتسكريت توكسيك سبستنس عشان تموتها، كمان بتكمبيت الباثوجينيك بكتيريا للنيوتريشن والاتاتشمنت. الهيمورال، الهيمورال play an important role in inducing inflammation، وهو ده احنا اللي عايزينه عشان inflammation بتعتبر احمرار. بتبص تلاقي لما يحصل التهاب بيبقى في احمرار. ليه؟ لان هنا تدخلت الفاجوستيك سيلز في عمليه طرد الفورين بودي، وحصل ان بتفرز انزيمز، وهي لما بتموت بيبقى في انزيمز بيعمل هذه الانفلاميشن. دي خط دفاع اول او انيت اميونيتي. They are found in the serum and they are formed at the site of
at site of infection. دي الهيومورال بارير فاند ان ذا سيرم زي مثلا الكومبلمنت. الكومبلمنت بتعمل ريكروتمنت للفاجوسيك سيريام، تقول لها تعالي لحسن في فورين بودي موجود وموجوده برضو في السايت اوف انفكشن. الهيومورال زي الكومبلمنت سيستم وزي الكواجليشن سيستم وزي اللاكتوفيرين ترانسفيرين وزي الانترفيرون، كل الحاجات دي برضو يمكن مهمه جدا في عملية الانيت اميونيتي واللايزوزايم. يبقى احنا هنتكلم باستفاضة كبيرة على الكومبلمنت سيستم في هذه الشقة. انترلوكن 1 and انترلوكن 6 برضو بتعتبر هيمورال فاكتور. الكومبلمنت سيستم is the major humoral non-specific defense mechanism. يعني ان احنا بنقول ان اهم من الاهم من الاهم الانيت اميونيتي اللي دايبة في البلاد هي الكومبلمنت سيستم. دي عبارة عن مجموعة من البروتينات موجودة في البلازما. مين اللي بيصنعها؟ الليفر والماكروفاج والجات ابيثيليال سيلز. هي تسعة مكوناتها من تسعة، من سي واحد لسي تسعة، لكن ما نقدرش نقول سي واحد وبعدين سي اتنين وبعدين سي تلاتة وبعدين سي اربعة، لا هي بتترتب على حسب ما العلماء رتبوها، C1 وبعدها C4 وبعدين C2 وبعدين C3 وبعدين C5 وبعدين C6 7 8 9. كمان بنعتبر فاكتور B و D والبروبردن برضو من البيزك بروتين اللي هتساعد في عملية التخلص من الاكتيفيشن بتاعت الكومبلمنت. ممكن كده سبونتينسلي تبقى اكتيفيتد، ودي تعتبر بارت اوف انيت ايميج، او نتيجه الانتيجن انتي بودي رياكشن، ودي بتعتبر ادابتيف ايميج لان فيها انتيجن وانتي بودي رياكشن. هنا الانتيجن انتي بودي رياكشن بيعمل ايه في الكومبلمنت؟ بيعمل فيكسيشن اوف ذا كومبلمنت او اكتيفيشن للكومبلمنت سبونتينسلي قلنا از ا بارت اوف انيت ايميج. تمام. Activation of the component occur in cascade manner، يعني زي الشلال. لما بعمل activation لكومبوننت واحد، يعني activation مثلا لC1، بيعمل activation للكومبوننت اللي بعديه اللي هو C4 وهكذا. تعالوا بينا، this is called component activation cascade. Each activated component ما دام حصل له activation بيأكت as an enzyme عشان to the next component. Once activated, complement can lead to increased vascular permeability. يعني بيحصل نتيجة هذه الاكتيفيشن في الآخر بيحصل vasodilatation. Recruitment of phagocytic cells برضو بتعمل إيه؟ بتنادي على الفاجوسيتيك سيلز النيتروفيل إنها تيجي في موقع السايت أوف انفكشن، هتتخلص من الأورجانيزم. Lysis of bacteria، ما هي دي شغلتها إنها تعمل خرم في البكتيريا الكومبلمنت. بيحصل lysis of bacteria. Opsonization of bacteria هي ساعات أول ما الانتيجين بيدخل الكومبلمنت بيستقبله فورا وبعدين بيقربه للفاجوسيتيك سيلز. عملية التقريب الانتيجين للفاجوسيتيك سيلز دي بنسميها opsonization، لأنها بتسهل عملية الالتهام والتخلص من البكتيريا. يبقى opsonization of bacteria هنتكلم عليها بعدين. Pathways of complement activation. There are three pathways. Classical pathway بتتبع الadaptive or acquired immune system. Lectin pathway or alternative pathway بتتبع برضو نفس الحكاية. Alternative and lectin occur in the absence of antibody. Classical pathway بتحدث في وجود antibody reaction. ودي معنى كده انها part of adaptive immune. C1 activation، من C1 بيبقى activated ازاي؟ بيمسك في ال FC portion بتاع ال immunoglobulin سواء كان G أو M، يحصل له activation. في قاعدة بتقول إن C1 لازم يبقى باتنين ماسك في اتنين antibody جنب بعض عشان يحصل له activation. خلاص بقى activated، بقى enzyme، هيكسر ال component اللي بعديه اللي هي C4 وبعدين C2. هينتج عنهم A و B، يعني C4A و C4B و C2A و C2B.
C4B بتمسك مع C2A وتعمل كومبلكس. هذا الكومبلكس بنسميه C3 convertase. ليه؟ لأن هو it will convert the C3 into A و B، يعني هيكسر ال C3 into A و B. عشان كده الكومبلكس ده بنسميه C3 convertase. يبقى C4B C2A complex is an enzyme called C3 convertase. هذا الانزيم هيكسر ال C3 into C3A and C3B. C3 activation خلاص اتكسر وبقى C3B. هيعمل ايه؟ هيمسك في الكومبلكس اللي فاتت اللي هي C4B و C2A. هيبقى الكومبلكس اسمه ايه؟ C4B C2A C3B. ده عبارة عن انزيم اسمه C5 convertase. يعني ايه C5 convertase؟ يعني انزيم ذات break down مين؟ C5. فبنسميه C5 convertase. شايفين ان في C4B و A و B، يعني ساندويتش C4B B and A. في بعض المراجع هتلاقي ان ال 2 دي بتبقى B. ففي تيوري بتقول انها C4B C2A C3B، وفي مراجع عشان بس لو حد قال لك لا ده كلهم B ما تبقاش، بيبقى فيه بلبلة. الجنريشن اوف C5 convertase break down into C5A و B. خلاص احنا وصلنا للاست ستيب بتاعت الاكتيفيشن للC5. تعالوا بينا نشوف الانيميشن ده. اول حاجه immunoglobulin دخلت عشان الايبيتوب. ايبيتوب يعني الانتيجين اهو. الانتيجين اهو هيمسك فيها و شايفين حضرتك ان هو بين اتنين انتيبودي، بين اتنين انتيبودي، ده اسمه الكروس لينكينج. هيحصل له اكتيفيشن. ما دام حصل له اكتيفيشن هيعمل ايه؟ هيكسر السي 4. نروح للسلايد الثانيه. السي 4 هيجي وهيتكسر بالاكتيفيتد سي 1 انتو سي 4 اي وسي 4 بي. السي 2 برضو هتيجي وتتكسر بالاكتيفيتد سي 1 وهتبقى C4A و C2A و C2B. هيمسكوا في بعض ويعملوا كومبلكس اسمه C3 convertase اللي هو C4B C2A. خلاص عملنا C4B و C2A. هيبصوا هيكسروا هما ال C3 ويعملوا C3B و C3A. هيمسك بقى ال C3B في معاهم ويعمل كومبلكس اهو زي ما حضرتك شايف. حصل هنا من الاول نقول ادي اكتيفيشن اوف سي. خلي بالك ان الانتي بودي الاف سي بورشن بتاع الانتي بودي وبيمسك في سي 1 بيحصل له اكتيفيشن فبيكسر السي 4 انتو بي 2 انتو بي وA برضو، لكن احنا عندنا 4B وA مسكوا مع عملوا كسروا مين؟ كسروا C3 ومسكوا معاه برضو عملوا كومبلكس عشان يكسر C5. يبقى دول الثلاثة دول C5 convertase. اللكتين باثواي من اسمه لكتين. اللكتين ده طالع من الليفر. أكيوت فيس بروتين لما يحصل فيه التهابات وكده يطلع على طول كده لوحده. منوز بايندنج لكتين. بيلزق على ايه؟ على البكتيريال سيرفس لوحده كده خلاص. لكن هو في الستراكشر سيميلر لمين؟ سيميلر للسي 1 للسي 1. اذا شيل انت السي 1 وحط الام بي ال يبقى الباثوي هيشتغل عادي جدا. هيروح عامل اكتيفيشن للسي 4 ويكسره وسي 2 يكسره ويخلص الستبس اللي احنا قلناها قبل. يبقى الام بي ال بالظبط زي الكلاسيكال باثوي، بس بدل ما نحط سي 1 بنحط ام بي ال اللي هو اللكتين اللي طالع من الليفر، وبنقول ان هو بيتبع الانيت ايميونيتي.
أو الليفر بيطلع حاجات كتيرة من ضمنها المنوز لكتين. Activation of lectin pathway أهو برضو هنا بقى مفيش antigen antibody reaction، أهو الانتيجين موجود منه ليه السيرفس بتاع الانتيجين، يبقى بيبقى في اكتيفيشن اهو، هيجي يكسر مين السي 4 على طول، يبقى هو البدايه بتاعته باللكتن، البدايه بتاعت الكونفيدنت اكتيفيشن من السي 4 مش من السي 1. ادي السي 4 اهي A وB، وهيعملوا B اهو، هيمسك في 2 A وB هيمسك في بعض، اهي سي 2 A هتمسك في B، وبعدين هيروحوا عاملين كونفرتيز يكسروا مين؟ يكسروا تي 3 تمام، وبعد كده A و B ويعملوا الكومبلكس اللي هما التلاتة عشان يكسروا سي 5. ادي اهو ال 4 سي 2 وال سي 4 A و B كلهم هيكسروا هيتحدوا مع بعض. الالترنت باث واي بنقول ان السي 3 اندرجو سبونتينيوس كليفج، هو من نفسه بقى هنبتدي هنا نقول ان الالترنت باث واي مش بيبتدي من سي 4 زي الام بي ال، لا بيبتدي من سي 3 بيتكسر كده من نفسه سي 3 بي وسي 3 اي، احنا مالناش دعوه بالاي، البي اللي يهمنا انه بيعمل ستيبل بونز مع مين؟ مع الاندوتوكسين اللي على السيرفس بتاع الجرام نيجاتيف باسيف أو الجرام نيجاتيف أورجانيزم إن جنرال، الإندوتوكسين موجود معاه يمسك فيه. يبقى سواء كان الـ MBL أو الـ Alternative Pathway ده إيه؟ ده Innate Immunity. الـ MBL بيبتدي بالـ C4 Activation، وده بيبتدي بالـ Activation بالـ C3 ويتكسر into A و B، يمسك في الإندوتوكسين. الـ C3B Complex خلاص أنا عندي دلوقتي C3B، هيمسك في مين؟ في الفاكتور بي، او هيكسر الفاكتور بي انتو بي بي تمام كده، يبقى في فاكتور بي هيكسر انت بي فراجمنت بي صغير، هيمسك فيها سي 3 بي ويعمل كومبلكس يبقى ساندويتش، هي موجوده كساندويتش سي 3 بي وسي 3 بي وفي النص البي بي، دي بنسميها سي 5 كونفرتيز اللي هتكسر السي 5. يبقى الالترنتيف باث واي بينتهي ب C3B، C3B في الوسط BB، الكومبلكس ده هو عبارة عن C5 كونفرتيز اللي هيكسر مين؟ اللي هيكسر الـ C5. طيب ادي الـ C3B هيمسك في الانتيجين اهو، ماسك في الانتيجين اتكسر خلاص، هيمسك في الـ BB، طبعا الفاكتور دي والبروبردن هي اكت از ستابلايزر، وبعدين هيثبتهم وهيعملوا سي 3 كونفرتيز، هيكسروا برضو سي 3 تاني A و B. المهم ان احنا عايزين نوصل انه هيعمل ال C5 convertase اهو C3B هيمسك في C3B، ايوه C5 convertase اللي هيكسر مين؟ اللي هيكسر C5 into A و B، لان ال B C5B ده مهم في تكملة ال activation بتاع C. احنا قلنا عاملين زي الشلال، اول ما component يبقى activated يبقى activate الشلال cascade manner. ده الصورة دي بتوضح لنا الـ role of factor D and burden and the stabilizers. definition هتلاقوا في الكتاب مكتوب collectin. collectin دي بس مجرد definition عشان ما تهوش أو تقروها في أي مرجع. C1 وBBL surfactant protein. in all pathway احنا وصلنا ان احنا هنكسر C5 into 5A و 5B. كويس أوي. بعدين C5B هتمسك في C6 و7 و8 و9 يعملوا كومبلكس، هذا الكومبلكس بيسمى ممبرين اتاك كومبلكس، نقول تاني ممبرين اتاك كومبلكس او ماك. الماك ده هيعمل خرم في الاورجانيزم اللي هو ماسك فيه،
the complex for a pore, a hole. ما دام اتحرم الاورجانيزم الخليه بتاعه الاورجانيزم هيدخل فيه ميه ويحصل اوزموتيك لايسيس. هي دي الكيلينج افكت بتاعه ال ده سي 5 جينيريشن سي 5 كونفرتيز. تاني وبعدين بيمسكوا فيهم، هيمسك فيه بقى كل ال لازم الانتوكسين يبقى موجود. ادي السي 5 بي اهو نزل على سوري هنا على الممبرين بتاع البكتيريا وماسك سي 6 7 8 and 9 and so on. وهيعملوا ايه؟ هيعملوا بور. ادي ال 8 اهي بتنزل وال 9 بتنزل، شايفين عملت ايه؟ عملت اهي هتعمل بور، هتخرق. ايوه ولايسز اللي هي اوزموتيك لايس. حلوه. هنا بتورينا الكلاسيكال باثوي كلها من سي 1 كومبلكس اند سو اون لغايه غرضنا احنا كله نوصل للسي 5 بي، غرضنا كله نحصل للسي 5 بي. برضو هنا الفرق بين الكلاسيكال واللكتين والاورتان، زي ما حضرتك شايف ان احنا لازم نوصل للسي 3 كونفرتيز وبعدين نوصل لC5 converties. نعمل comparison between the three pathway classical, lectin, alternative. classical بيتبع دايما اللي هو adaptive أو acquired، والactivation بيحدث نتيجة anti-antibody reaction لC1. اللكتين والالترناتيف دول تبع الانيت اميونيتي. اللكتين بيباوند تو ذا سيرفيس اوف ذا مايكرو، هنا الاكتيفيشن تبتدي نتيجه ان اللكتين بايند للسيرفيس. لكن في الالترناتيف نتيجه الاكتيفيشن بتحدث للسي 3، هنا سي 4 في اللكتين، هنا سي 3 اكتيفيتد باي ذا اندوتوكسين اوف ذا اورجانيزم. رول اوف انتيبودي مهمه جدا في الكلاسيكال طبعا، لان الاكتيفيشن بتحصل بينهم، لكن اللكتين والالترناتيف ما بيلعبوش دور. الرول اوف فاكتور بي هو مش مهم في الكلاسيكال ولا اللكتين، لكن مهم في الالترناتيف. الرول اوف مانوز بايندينج لكتين طبعا من اسمه بيبقى امبورتنت في اللكتين باثوي، دو نوت بلاي اني رول في الكلاسيكال ولا الالترناتيف. الكومبلمنت كومبوننتس هنا البدايه بتاعتي بتبقى من سي 1 واللكتين من سي 4 والبدايه بتاعت الالترناتيف من سي 3. دي مهمه جدا، امتى البدايه بتاعتي سواء كان كلاسيكال سي 1 لكتين سي 4 اند الترناتيف سي 3. الفانكشنز اوف كومبلمنت بديهيا انها بتعمل elimination اوف ذا مايكروبس باللايسيس زي ما احنا شفنا. برضه الكومبلمنت بيلعب دور كبير جدا في الاوبسونايزيشن، ان هو يقرب الانتيجين ولا اي حاجه من نفسه كده، غير يروح مقرب الانتيجين للفاكوستيك سيلز. العمليه دي بنسميها اوبسونايزيشن، بتسهل عمليه الالتهام والتكسير للاورجانيزم. كليرنس اوف اميونو كومبلكس، والله انا عندي انتيجين انتي بودي كتيره قوي في جسمي عايز اتخلص منها، برضه الكومبلمنت ده هو وظيفته كونتريبيوت تو انفلاميشن. احنا بنعتبر الانفلاميشن دي sort of innate immunity. يبقى نقول من الأول وجديد the functions of the complement elimination of the microbe by lysis، لأن هو عامل ال C5B9 membrane attack complex أو الماك، حصل lysis و osmotic lysis. opsonization هو بيقرب ال antigen إلى ال phagocytic cells، بيمسك في ال antigen وياخدها لان هو عنده ريسبتورز في الفاجوسيتيك سيلز، فبياخد الانتيجين ويلزق في الفاجوسيتيك سيلز بتاعها. ريكوجنايز اني حته بقى في الكومبلمنت، سي 3 بي كوتينج الميكروب. This facilitate الاتاتشمنت اوف فاجوسيتيك تو مايكروب ابتيك انتيجين. زي ما حضرتك شايف هنا ادي الانتيجين دخل. الاميونوجلوبولين برضه بياخد الانتيجين ويروح على الريسبتورز اللي موجوده على ال فاجوسيتيك سيلز
وبرضه الكونفلين بيستقبل الانتيجين وياخده، لان هو عنده ريسبتور يعني استقبال من الفاجوسيت سيلز له اللي هو اللونه روز ده اللي تحت، ده كونفلينت ريسبتورز بيلزق فيها. هنا عمليه تقريب الانتيجين للفاجوسيت سيلز دي بنسميها اوبسونايزيشن، لان بتسهل عمليه الالتهام وعمليه التخلص من الميكروب. برضو كان اوبسونايز بكتيريا عن طريق الريسبتور توات C3b. كليرنس اوف اميون كومبلكس، يعني احنا عندنا انتي بودي رياكشن، انتي بودي انتي انتي بودي كومبلكس كتيره في السيرم او في البلاد، يعني ازاي نتخلص منها؟ الار بي سيز بتاعتنا اللي في الدم عندها ريسبتور للسي 3، فبتباوند السي 3 بي تاني، السي 3 بي بتمسك في الريسبتورز، السي 3 بي دي تكون ماسكه في الانتيجين انتي بودي كومبلكس وتاخدها وتوديها للسبلين والليفر عشان يتخلص من هذا الكومبلكس. يبقى تاني كليرنس اوف اميون كومبلكس ازاي؟ ان عندنا دلوقتي الانتيجين انتي بودي عمل رياكشن، يبقى لازق فيهم السي 3 بي وياخدهم ويوديهم للار بي سيز، لان الار بي سيز عندها ريسبتور استقبال للسي 3 بي، فبيلزق في الار بي سيز ومعاه الانتيجين انتي بودي كومبلكس، تاخد الار بي سيز تروح للسبين والليفر ويتخلصوا من هذا الكومبلكس. رابع فانكشن للكومبلمنت هو contribute to inflammation. احنا ما ذكرناش حاجة عن C3A اللي طلعت بعد البريك داون لل C3، احنا قلنا A و B، ما اتكلمناش عن C3A ولا اتكلمناش عن C5A. هما الاثنين بيعتبروا او بيسموا انافيلوتوكسن. انافيلوتوكسن ده بيعمل ايه؟ بيعمل vasodilatation و بيأتراكت البوليمورف واكتيفيت البوليمورف، كل ده ليه؟ عشان انهانس الكيلينج اوف انجستد مايكروبس. يبقى لهم اهميه كبيره C3A وC5A انهم بيعملوا فازو دايلاتيشن. انا في توكسن يعني ممكن حتى يعمل انافيلاكسيس. يبقى كمان دوره في التخلص من الميكروبس ان هو ريليز ميديتور اوف انفلاميشن اس هيستامين اند اذر ذات اتراكت ايه اكتيفيت اتراكت بوليمورف واكتيفيت البوليمورف تو كيل الميكروبس. تعالوا بينا نشوف هنا التارجت اهي، السيلز دي اسمها لايسيس انتي انتي بودي رياكشن، دي تبع مين؟ الادابت اوبسونايزيشن يعني بيسهل تقريب الأورجانيزم للفاجوسيتيك سيلز، اكتيفيت انفلاميشن عن طريق السي 3A و5A وكليرنس اوف اميون كومبلكس. زي ما حضرتك شايف اللي هي اللي بتلخص لنا الفانكشن بتاعت الكومبلكس. برضه هنا نفس الحكايه النيت اميون. يعني ايه باثوجين اسوسييتد او بامب؟ لو انت قريتها البامب دي عباره، ما تتخضش، دي عباره عن مولكيول على الميكروبس. طيب بتمسك في ايه؟ في ريسبتور، فالريسبتور بنسميها باترن ريكوجنيشن ريسبتور، او بنديها الابريفيشن لل بي ار ار اس. يبقى عندنا مولكيول وريسبتور سهله. يبقى المولكيول دي موجودة على الميكروبس structures اللي هو الاميون سيستم بيتعرف عليها. بيتعرف عليها عن طريق ايه؟ عن طريق الريسبتورز على الخلايا بتاعته، فبنسميها pattern recognition receptors او بنختصرها بال PRRS. يبقى البامب او pathogen associated molecular patterns of pump include ايه؟ endotoxin، تمام، اللي هو لايكوبوليزاكرايد والبيتيدوغلايكان، ذكرناها في البكتيريا قبل كده في السيل وول بتاع البكتيريا، عبارة عن بيتيدوغلايكان والفلاجيلين. ده بروتين فلاجيلين اللي هو بيحرك البكتيريا. يبقى
لما اقول لك ايه البامب دي او الباثوجين اسيسيتد مولكيولر، ايه اللي هي الحاجات اللي موجوده على الباثوجين. باثوجين اسيسيتد يعني موجوده على الباثوجين مولكيول. بيمسكوا في مين؟ بيمسكوا في الريسبتورز بتاعت الاميون سيلز. سيلولار بارير تو انفكشن، طبعا احنا اتكلمنا عن الميمونه، راح نتكلم على السيلولار بارير تو انفكشن اللي هي الانفلاميشن. طب الانفلاميشن مين اللي بيعملها؟ البوليمورف والناتشرال كيلر سيلز، الليمفوسايت والماكروفاج، دول المين لاين ديفنس بتاعت الاميون. هنتكلم عليهم دلوقتي واحده واحده. لما تقرا دندريتك سيلز، ايه الدندريتك سيلز دي؟ موجوده اكسترنال انفايرمنت زي السكين، فبنسميها لانجر هاند سيلز او انر لايننج في الميوكوس ميمبرين زي النوز واللانج والستومك، موجوده في كل حته، الميوكوس ميمبرين والانتاكت سكين. المونونيوكليير فاجوسايتس انت خدتها في الهيستوريز، المونوسايتس تبقى موجوده دايما في البلاد، لما تبقى ماتشور تبقى موجوده تسمى بالماكروفاج، والماكروفاج دي لونج ليفد امراض طويله. البوليمورف اللي هي فيها مالتي نيوكليس بتبقى شورت ليفد وتبقى برضو موجوده في البلاد. الايزينوفيل برضو بتبقى كونتريبيوت هوست ديفنس، ودي مهمه كمان في عمليه الالرجي. الايزينوفيل ادي الحدوه بتاعت المونوسايت، وادي المالتي نيوكليير اللي هي النيوتروفيل. مونوسايت اند فاجوسايتوزيس، هنا الفاجوسايتيك سيلز بتعمل او الواي بي سيز بتعمل ليكوبوديا اهي، الرجل الكاذبه بتلتهم، هتعملها فاجولايزوزوم دي تلتهمها فاجولايزوزوم عشان يعمل لها دايجستشن ازاي بالانزيمز بتاعتها وبطرق ثانيه. مونوسايتس دي موجوده دايما في البلاد، ماكروفاج دي موجوده في التيشو. فاجوسيتيك سيلز بوليمورف نيوكليير موجوده في البلاد، والمونوسايت موجوده في البلاد برضو، والماكروفاج موجوده في التيشو. نشوف ازاي بيعملوا انتروفيلك. ادي الزبوديا اهي وهيلتهموا البكتيريا. ريسبونس للانفكشن، اول حاجه كيموتاكسيس بيقربوا من الباثوجين، مايجريت تو ذا سايت اوف انفكشن. Attract by a chemical substance. مين اللي بي attract هذه البوليمورف؟ يقولها الحقينة عايدة في infection. عندنا ال complement قلنا عليه، والclotting system، clotting system peptide، والcytokines from tissue macrophage. كل الحاجات دي بت attract مين؟ بت attract البوليمورف لموقع المعركة ال site of infection. طب هو هيدخل ازاي؟ ما هو البوليمورف موجود في البلد، هيدخل ازاي؟ هتبص تلاقي في الاندوثيليال سيلز دي بتصنع له حاجه ادهيجن مولكيول، يعني هو ماشي في الـ في الريسلز، هتلاقي الاندوثيليال سيلز بتاعت الريسلز دي بتطلع حاجه اسمها ايكم او سيلكتين زي الصمغ، يروح ايه لازقين فيه، which bind to components على surface of phagocytic cells. ما دام لزقت فيه يبقى هتبتدي تحضره ان هو بيبقى فيه space بين الاندوثيليال سيلز عشان يدخل منها. يبقى ازاي البوليمورف يدخل منطقة المعركة اللي هي موجودة موجودة في التيش لكن مش موجودة في البلاد، فازاي يتنقل؟ اول حاجة الاندوثيليال سيلز بتعمل مولكيول اسمها اديجن مولكيول عشان يلزق عليها، اللي هي ايه اسمها ايه؟ ايكم 1 وسيلكتين. دي بتعمل ايه؟ بتعمل bind to the component of the surface of phagocytic cells، بتلزق الفاجوسيتيك سيلز وادهير عليها عشان ايه؟ to cross it to the site of infection بعمليه حاجه اسمها عمليه الدايابيتيس. دايابيتيس يبقى في vaso dilatation حصل، احنا قلنا one of them ال C3A و C5A بيلوزن الاندوثيليال سيلز، بيباعد بين الاندوثيليال سيلز، فبيعمل ايه؟ allow الفاجوسيتيك سيلز to cross الاندوثيليال barrier، بيتفعص في المكان اللي حصل فيه اللوزنس، يبعدوا عن بعض ويعملوا عمليه الدايبيتيس.
تعال نشوف ازاي حصل اهو. ادي الاندوثيليال سيلز اهي، اهي الدايابيتس لزق نفسه، عمل سكويزنج. كل ده عشان يروح فين؟ عشان يروح في ويعمل انفلاميشن. دايما البوليمورف اول ما يوصل اي مكان بيفرز انزيمز عشان يعمل هنا ده البلط ده التيشو. عملية الدايابيتيس ازاي؟ ان احنا بنعمل لوزنينج بين، بيبقى في سبيس هنا يقدر يدخل. طب هو لزق ازاي؟ بالايكم والسيلكتن، لزق الاول فيهم وبعدين حصل سكويزنج ودخل الى منطقة السايت اوف. اهو ده الانيميشن بتاع الدايابيتيس، سهل قوي. في هنا الانترلوكين 1 و 6 و تيومر نيكروتيك بيقول بيغشش الانفيسس انها بتعمل ادهيجن مولكيول سيلكتن. خلاص فبص تلاقي البوليمورف اهو قاعد ماشي في البلاد، بيلزق في مين؟ بيلزق في السيلكتن. خلاص هيعمل ايه في الاخر؟ هيعمل في بازو دايلاتيشن هنا، هيباس ثرو ويسكويز ويروح منطقه المعركه او سايت اوف انفكشن. Attachment الفاجوسيتك سيلز have a variety of receptors هتمسك في الأورجانيزم. عندنا حاجة اسمها toll like receptors، دي بتلزق في البروتس مولكيول، والسكافنجر receptors بتلزق فيها البولي أنايونز مولكيول بتاع البكتيريا اللي هي أصغر من المولكيول السابقة. والأفسي receptors دي بيمسك فيها الأفسي بورشن زي ما احنا شفنا قبل كده في عملية الأوبسونيزيشن، والكومبلمنت ريسبتورز بتمسك فيها السي 3 بي. وكل دول والأنتي بودي أند كومبلمنت هيلب فاجوسايتوسس، فبنسميها أوبسونيزيشن. أوبسونيزيشن دي عملية الأتاتش. بوث أنتي بودي أر كولد أوبسونال، أوبسونال لأن هما بيقربوا لعملية الدهان. Opsonization اهي زي ما حضرتك شايف، ادي الانتيجين اهو وادي الاميوجلوبولين استقبله، اللون البني ده هو الانتيجين، اللون البني برضو الكومبلمنت استقبله، هما الاثنين جريوا لقوا ريسبتورز ليهم فقربوا الانتيجين للفاجوستيك سيلز، برضو الكومبلمنت قربوا للفاجوستيك سيلز. دي عمليه، دول هما الاثنين اللي بيسموهم الاوبسونين، ودي عمليه الاوبسونيزيشن. مهمه قوي عمليه الاوبسونيزيشن دي. الريسبتورز الموجودة in general على الفاكوستيك سيلز، FC portion زي ما حضرتك شايف، عندهم حاجات تانية ما ذكرناهاش لكن من ضمنهم الـ FC والكومبلمنت. فاجوسايتوزس after attachment بيحصل زوتوبوديا زي ما شفنا في السلايدز السابقة، و engulfment والفاجوسوم بيتعن فيه. جوه الفاجوزوم بيبقى فيه انزيم، فبنقول ان بيحصل دايجشن للاورجانيزم. فاجولايزوزوم هيعملوا فاجولايزوزوم. تاني بنقول ان فيه جوه الفاجوسيتك سيلز حاجه جرانيولز او لايزوزوم، بيتحد مع الفاجوزوم اللي دخلت فبتعمله فاجولايزوزوم. الفاجولايزوزوم دي بتعمل ايه؟ دايجشن للاورجانيزم. يبقى نقول تاني، ادي الاورجانيزم اهو حصل له ايه؟ زودوبوديا، دخل عمل ايه؟ فاجوزوم. فاجوزوم اتحد مع اللايزوزوم اللي موجوده جوه الفاجوسيتك سيلز، هم عملوا ايه في الاخر؟ فاجولايزوزوم. الفاجولايزوزوم دي في هنا الاورجانيزم والانزيمز منها ليها بقى، تروح عامله دايجشن وتروح اكله مين؟ اكله الاورجانيزم. برضه تاني ادي الاورجانيزم، ادي الزوبوديا اهي طلعت، وبعدين يوزز وبوشت ان السيل ممبرين، وبعدين هيزقها لجوه يعمل العمليه دي اسمها فاجوزوم. فاجوزوم يتحد مع اللايزوزوم ويعمل ايه؟ فاجولايزوزوم، ويحصل دايجشن اللي هو اللون الاخضر، ويحصل دايجشن. فاجوسايتوزس نشوفها بالانيميشن، ادي اهو الزوتوبوديا اتحدت، ادي اللايزوزوم جاي مع الفاجوزوم يعملوا الفاجو فاجو لايزوزوم ويعملوا دايجشن.
نفس الحكاية phagocytosis in 3 steps. Killing process ممكن يقتلها بإيه؟ بالأكسجين dependent intracellular killer. بيطلع الفاجوسيتوسيس بتطلع ايه؟ increase in glucose oxygen consumption and this could respiratory burst. يعني يبقى فيه during the oxygen dependent intracellular killer لازم يبقى فيه oxygen hydrogen peroxide مثلا يقتل البكتيريا. الأكسجين containing compound which kill البكتيريا زي مين؟ زي الهيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد هو يعني بمعنى ان جوه الفاجوسيتيك سيلز بيبقى في احتراق، عملية احتراق، والاحتراق ده بينتج لأكل للبكتيريا عن طريق هيدروجين بيروكسيد مثلا. يعني أهم the consequence of respiratory burst is that a number of oxygen-containing compounds are produced ينتج عن هذا البرست oxygen-containing compound which kill البكتيريا زي مين؟ هيدروجين بيروكسيد. فاكر الجراح لما يجي يتخلص من الأنيروبيك بكتيريا في مثلا واحد عمل حادثة في الطريق وعارفين إن في أنيروبيك بكتيريا في الجرح فبنحط لها هيدروجين بيروكسيد. إحنا غشينا الحكاية دي من الفاجوسيتيك سيلز هي اللي غششتنا قالت لنا انا بعمل عمليه احتراق respiratory burst بينتج عنها oxygen containing compounds زي الهيدروجين بيروكسيد اللي بيقتل مين؟ اللي بيقتل البكتيريا. الاندبندنت احنا قلنا ان في حاجه في اللايزوزوم في انزيمز على طول منها للبكتيريا تقعد تكسر فيها. يبقى substance release preformed هي جاهزه from granules of lysosome infused with the phagosome زي اللايزوزايم الاستيز هيدروليز كل دي انزيمز موجوده جاهزه جوه اللايزوزوم لما اتحدت مع الفاجوزوم وعملوا فاجولايزوزوم. هذه الانزيم سواء كان لايزوزايم الاستيز او هيدروليز او اي انزيمز بيكسر مين؟ بيكسر الاورجان. الانفلاميشن is initiated by chemical mediator release at site of infection. This result in vasodilatation or migration of leukocytes زي ما احنا قلنا سابقا. وما دام اللوكوسايت جت يبقى في معركة هتحصل بين الفاجوسيتيك سيلز والميكروب وهيحصل death للميكروب. زي ما قلت لحضرتك انها بتدخل من البلد الى التيشو عن طريق انها بتلزق في الايكون بتاع الانفكتيف سيلز وبعدين باي بروسيس اوف دايبيتيز بتدخل تو سايت اوف انفكتيف. طب ايه الهوست فاكتور ذات افكت الانيت اميونتي؟ سبيشيز سبيسيفيتي. يعني بص تلاقي ان سيرتن باثوجينيك بكتيريا انفكت اونلي سيرتن سبيشيز. يعني مثلا نيسيريا جونوريا دي بتيجي في الانسان ما بتجيش في الحيوان. ده مرض سكسيوال ديزيز ديو تو نيسيريا جونوريا. يبقى سبيشيز سبيسيفيتي. جينيتك سبيسيفيتي. بص تلاقي في دارك ريسز يجي لها مرض السل اكتر من الوايت ريسز. فدي تاني فاكتور من الهوست اللي بيتحكم في الانيت اميونيتي. لها مور سسبتبل يعني الانيت اميونيتي ما يقدرش عليها. تشوبركلوز البلاك ريس بلاك بيجي لهم بلاك دارك ريسز بيجي لهم تشوبركلوز اكتر من الوايت ريس. الانديفيديوال اكستريم اوف ايج لما تلاقي واحد عجوز قوي وواحد من المبتسرين يعني اللي هم حديث الولادة تبص تلاقي النت اميونيتي بتاعتهم ضعيفة. الحامل ست الحامل برضو البريجننت وومن مناعتها ضعيفة. لو انا اديت للعيان كورتيكوسترويد او اي دراجز بيقلل الاميون يعمل اميون سبريشن ده برضو انديفيديوال بيأفكت النت اميونيتي. نيوتريشنال ستاتس لو مكنتش في تغذية كويسة لان كل اللي احنا قلناه ده بروتينات الكومبلمنت ده بروتين كل حاجه احنا قلناها هتلاقوا في الاميونوجلوبولين دي بروتين كل حاجه قلناها والخلايا كلها بروتين. اذا النيوتريشن ستاتس بلاي ا فيري امبورتنت رول ان ريزيستنس تو انفكشن. ثانك يو فيري ماتش.